امبارح دكتور مصطفى مدبولي بيعقد اجتماع لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، وده كان بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ومسؤولي وزارة الطيران المدني. رئيس مجلس الوزراء أشار أنه مهم جدا أن احنا نواصل الجهود المكثفة علشان يتم النهوض بقطاع الطيران المدني، علشان نقدر أن احنا نرتقي بالوضعية التنافسية سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي، علشان ده يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، من خلال طبعا الاعتماد على الدراسات المنهجية اللي بتتماشى مع المستوى العالمي للتطوير والتحديث، وإزاي نقدر إن احنا نرفع كفاءة أداء العمل. وزير الطيران المدني عرض خلال الاجتماع نتائج الدراسة المالية المبدئية اللي تم إعدادها لتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة حوالي 30 مليون راكب بمطار القاهرة، وده من خلال عدة بدائل، سواء يبقى في عندنا تمويل ذاتي أو عن طريق التمويل التجاري، مشيرا كمان إن في افتراضات للتكلفة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ اللي ممكن إنها تبدأ أو توصل لحد عام 2026-2027. الحقيقة قطاع الطيران المدني شهد في الفترة الأخيرة كتير قوي من الكلام والأحاديث، الناس كانت بتتكلم عن فكرة إزاي إن مصر ترتقي بالطيران المدني، وإن احنا يبقى فيه عندنا تنافسية مع الشركات العالمية. أهمية الاجتماع ده في ضوء ان احنا عندنا بقى كمان، يعني احنا بنتكلم عن ان احنا عايزين نزود رحلات، عايزين نفتح اسواق جديده في السياحه، عايزين يبقى عندنا اعداد في ظل اوضاع دوليه. الحكايه كلها متشابكه مع بعضها، الطيران المدني مش بمعزل. طبعا بالتاكيد خلينا نقول انه يعني اولا دلاله الاجتماع ده، يعني انت بتقولي في ظل هذه الظروف الامنيه الصعبه جدا في المشرق الاوسط في المنطقه، ان انت برضو ما زال عندك مشروع وما بتأجليش أي شيء، مستمرة لتحقيق خطة التنمية الشاملة أو رؤية مصر 2030. وبالتالي أنت يعني سواء القيادة السياسية أو رئيس مجلس الوزراء في متابعة مستمرة لكل المشاريع التي تحقق هذه الرؤية التنموية الشاملة حتى 2030. وذلك هذا الاجتماع مهم جدا لانه هو في اطار تحقيق المنظومه الشامله في البنيه التحتيه. انت بتتكلمي على طرق، على سكك حديديه، على جسور، على انفاق، على مواني، ثم بتتكلمي على الضلع الاخر المهم جدا هو صناعه الطيران او قطاع الطيران سواء في النقل او في الشحن. انت ممكن خلي بالك في ظل هذه الظروف اللي بتمر بيها المنطقه يزيد الطلب على قطاع الشحن التجاري على سبيل المثال. صحيح. فبالتالي ان انت لما تيجي تطوري كل مطاراتك في هذا الوقت وفقا للخطه اللي بدا من 2014 بالمناسبه، يعني مش بدا من دلوقتي، لغايه 2030، اعتقد ده شيء مهم جدا ليجعلك ان انت على الاقل تكوني محطه مهمه جدا سواء لاستقبال الركاب والسائحين او لحركه الشحن البضائع والنقل التجاري. انت بتتكلمي على مصر من اكبر دول في المنطقه اللي عندها مطارات، انت عندك حوالي 20 مطار. الناس اللي ما تعرفش، بس احنا بنسمع على 3 4 مطارات، انما انت عندك 20 مطار بيخدموا اولا وفي مطارات دخلت الخدمه دي. طبعا شبكه الربط الجوي والنقل الجوي لمصر داخليا ومع العالم الخارجي. انت عارف انت عندك تقريبا يعني مطارات كتير قوي دخلت الخدمه مع النقل الخارجي، يعني سواء الاقصر، اسوان، ابو سمبل، العالمين، طبعا غير ابو المطارات شرم الشيخ، الغردقه، شرم الشيخ، الغردقه. نتمنى المطارات الاخرى مع تطوير البنيه التحتيه زي الوادي الجديد وباقي المطارات انها تخش ايضا خدمه النقل الجوي لزياده عدد الركاب، وكمان في يعني خدمه السياحه بمعنى صح، ودعم العنصر السياحه في مصر. ده مهم جدا، النقل وزياده شبكات الطيران ده بيساهم وبيساعد
في زياده عدد السائحين. احنا شايفين طبعا كمان التنافسيه في السعر برضو يا استاذ عادل، يعني احنا بنلاحظ ان دايما ممكن السعر يبقى مرتبط كمان بالخدمه، فسعر تذكره الطيران لو بنتكلم عن يعني الشركات كمان الطيران، فاحنا بنتكلم ان احنا عايزين يبقى تنافسيه في الخدمه المقدمه، في العنصر البشري وتطويره، في فكره ما يتم تقديمه بنسميه للعميل. صحيح. علشان نقدر ان احنا يبقى في عندنا الناس كلها تقول لا احنا يعني ما التطوير بس مش بيتم فقط في يعني مساله الانشاءات، انما ايضا في تطوير العنصر البشري وفي كل الاساليب التحديث لاسطول الطيران او للخدمات الارضيه في المطارات، لان التنافسيه عاليه جدا يعني في المنطقه، وخاصه في الخطوط اللي بتيجي من جنوب شرق اسيا. فبالتالي اعتقد هو التطوير بس لا يعتمد فقط على فكره الانشاءات، ممكن تعمل انشاءات ولكن تكون الخدمه غير جيده مقدمه للراكب. فبالتالي اعتقد كمان تطوير والتحديث والاعتماد على الخدمات الالكترونيه وتحديث في العنصر البشري وفي سرعه الاجراءات، كل ده اعتقد بياتي في الاطار العام لفكره التطوير. كنت عايز اشير الى المطار الاخير سفنكس مثلا اللي هيخدم على اهم منطقه سياحيه في العالم، منطقه الاهرامات، والتطوير اللي بتشهده هذه المنطقه اعتقد ده من اهم المطارات اللي هيتم الاعتماد عليها الوعيدة. وهيخدم بس مش منطقه مش السياحه، هيخدم كمان محافظات اخرى، ويعني تخفيف الضغط على مطار القاهره اللي بيشهد تطورات كبيره زي ما شفنا ان في مطار القاهره فيه صاله بتستوعب 30 مليون، دي حاجه رهيبه جدا، لان حركه الطيران دايما مرتبطه مع السياحه، يعني بيبقى فكره الطيران والسياحه والاثار دي بتبقى مرتبطه منظومه واحده، لانه اي تطوير في اي جانب منهم بيخدم على الاخر وبيساهم في دعم الاخر. بيبقى عندك هذا الكم من المطارات وتطويرها وتحديثها ورفع كفاءتها وتشغيلها، اعتقد ده بيخدم على السياحه عندك، مع العنصر البشري برضه اللي انت بتركز عليه، اعتقد انه ده بيخدم على السياحه. ده احنا شايفين دخل السياحه السنه اللي فاتت ما شاء الله، يعني رغم الظروف اللي في المنطقه، لكن ده كلها ظروف طارئه، ان لازم تستعدي للمستقبل. والحقيقه كمان امكانيات الطيار المصري معروفه، يعني احنا حتى بنشوف على مستوى العالم ان هو بيقدر ان هو يعني بيقود الطائره في اصعب الظروف. انت ادم طيران يعني من بين ادم الطيران في العالم، مش في مش في المنطقه بس، انت اول طيران في العالم، اول مطار، اول طيار، اول طائره. فبالتالي انت برضه مساله تراكم الخبرات ده كبير جدا، وطول الوقت انا شايف انه في اهتمام كبير جدا، وخاصه في التسع سنوات اللي فاتت في اهتمام كبير جدا بالتحديث ورفع الكفاءه وبالتطوير في اطار خطه منظومه التنميه الشامله، منظومه البنيه التحتيه. انت بتتكلمي دلوقتي يعني الحمد لله ان مصر مع يعني اللي بيحصل في كل مرافق البنيه التحتيه، اعتقد ان تكون عندها بنيه تحتيه قويه للغايه تستطيع انها تنافس بها ولجذب مزيد من الاستثمارات المرحله الجايه اللي احنا محتاجين نركز عليه باذن الله ان شاء الله.